بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السادة الوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والحكومة المصرية، السيدات والسادة الحضور، يسعدني ويشرفني النهاردة أن أكون متواجد معكم للإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى اللي بتعتبر بكل المقاييس هي أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وهي الخاصة بمشروع تنمية منطقة أو مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر. والحقيقة يمكن أنا عايز أتكلم على هذا الموضوع عشان نضع كل الأمور في نصابها. تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 اللي وضعته الدولة واللي الدولة بتنفذه منذ بدء تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو شغال على هذا المشروع العملاق، مشروع تنمية مصر كلها وخلق وإنشاء الجمهورية الجديدة. الفكر بتاع مشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 كان محدد أن منطقة الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر، لأن لها إمكانيات واعدة جداً، أراضي على امتداد الساحل، ظروفها المناخية والظروف الطبوغرافية ملائمة أنها تستوعب القدر الأكبر. عشان كده كان المخطط ده وضع مجموعة من المدن وبيغير فكرة تنمية الساحل الشمالي، أن احنا بنتكلم على تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية. عشان كده المخطط حدد تحديداً مدن العلمين، رأس الحكمة، النجيلة، سيدي براني، جرجوب كمدن جديدة تتعمل، بالإضافة لتنمية مطروح والسلوم، عشان يبقى عندي سلسلة من المدن الجديدة اللي بنية أساسية متطورة. أنا بتكلم هنا على مدن وليس منتجعات سياحية، مدن ذكية بتستوعب ملايين السكان وبتعمل وتخلق ملايين من فرص العمل للشباب المصري. وعشان كده كانت الرؤية من البداية، وكان ناس كتير بتتساءل هو انتوا ليه عملتوا الطريق الساحلي الدولي 10 حارات في كل اتجاه؟ طب هو ما هي فايدة القطار السريع الكهربائي فائق السرعة اللي الدولة النهاردة بتنفذه من السخنة لغاية السلوم؟ الفكر كله ان انا اخدم لدولة في المستقبل، اتكلم على جمهورية جديدة مخططة تخطيط علمي ومدروس، وبالتالي كل البنية الاساسية اللي بنعملها ل50 و100 سنة قدام. عشان كده كانت هذه المشروعات البنية الأساسية الكبيرة اللي بتتنمى، ومنها أيضا مشروع الضبعة اللي هو عشان يولد طاقة نظيفة، عشان لما كل هذه المدن، وإحنا بنتكلم على مدن مستدامة وخضراء وفكر التغيرات المناخية، يبقى بتعتمد مستقبلا هذه المدن بكامل على أيضا طاقة نظيفة. فبالتالي هذا المشروع الكبير جدا اللي بيتعمل في إطار مخطط متكامل وما طلعش من فراغ. الحقيقة هذا المشروع، وأنا يمكن في البداية حابب أوجه الشكر للقيادة السياسية في الدولتين، فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبو ظبي، على رعايتهم ودعمهم الكبير لهذا المشروع. ولولا دعمهم الكامل و توجيههم للفريقين بالإسراع بتنفيذ والانتهاء من كل الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع ما كان ليرى النور في هذا الوقت القياسي. المشروع زي ما قلت لحضراتكم شراكة ما بين الدولتين الشقيقتين اللي بتربطهم علاقات يعني أخوية واستراتيجية، وإن شاء الله ندعو الله إنها تكون موجودة إلى أبد الدهر. الجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي هي الجهة المعنية دائماً بتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة واللي بيرأس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي معالي الوزير محمد السويدي. فمرة أخرى الشكر للقيادة السياسية على دعمهم ورعايتهم لهذا المشروع، وأيضاً الشكر لفريقي العمل من الجانبين اللي أنا عايز أقول لحضراتكم وصلوا الليل بالنهار علشان النهاردة نبقى واقفين قدام حضراتكم وإحنا بنحتفل بإعلان عن هذه الصفقة الكبيرة جدا وعلى المشروع الكبير اللي إحنا بنتكلم عليه لتنمية منطقة رأس الحكمة.
انا عايز اقول لحضراتكم ان هذا المشروع ياتي بنفس الاليه اللي الدوله ممثله في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بتعملها مع كل المطورين والقطاع الخاص. بنخصص ارض للمطور، والارض دي الدوله مقابل هذه الارض بتاخد مقدم نقدي، وايضا يكون ليها حصه من ارباح المشروع عشان نعظم من اصول الدوله. الكلام ده احنا عملناه في امثله ناجحه جدا في كل مع كل المطورين العقاريين، ولكن كان بيبقى على مستوى كومباوند او تجمع كبير ممكن يبقى موجود بعده الاف من الافدنه، ولكن لحجم وقدر الدولتين احنا بنتكلم على حجم مشروع هو الاضخم على الاطلاق، حجم مدينه كامله، وهي منطقه او ما يطلق عليه مدينه راس الحكمه الجديده اللي هتبقى مساحتها عشان حضراتكم تبقوا عارفين بنتكلم في 170 مليون و8 من 10 متر مربع، يعني اكتر من 40,600 فدان. هذا التجمع العمراني شركه ابو ظبي التنمويه القابضه ستؤسس شركه باسم شركه راس الحكمه تكون شركه المشروع، وستكون شركه مساهمه مصريه، ستكون هي الشركه نقدر نقول زي الشركه القابضه او الشركه الام اللي بتطور هذا المشروع. المشروع ده هيتضمن احياء سكنيه لكل المستويات، فنادق عالميه على اعلى مستوى، منتجعات سياحيه، مشروعات ترفيهيه عملاقه تبقى موجوده، بالاضافه الى كل الخدمات العمرانيه اللي بنلاقيها في كل مدينه، مدارس، جامعات، مستشفيات، مباني اداريه وخدميه، بالاضافه الى منطقه حره خدميه خاصه هيبقى فيها صناعات تكنولوجيه وصناعات خفيفه وخدمات لوجستيه عشان المدينه، بالاضافه الى حي مركزي للمال والاعمال علشان يستقطب الشركات العالميه اللي بتبقى موجوده من كل حته وهتبقى بترغب انها تبقى متواجده في هذه المدينه. بالاضافه الى ذلك المدينه هيكون فيها مارينا دوليه كبيره لليخوت والسفن السياحيه علشان السفن السياحيه اللي بتبقى الكروز اللي بتبقى موجوده في البحر المتوسط تقدر انها تستفيد من المارينا الكبيره اللي موجوده. بالاضافه لده وخارج ارض المشروع تم الاتفاق ان هيتم تطوير وانشاء مطار دولي جنوب المدينه. سيتم تخصيص ارض لوزاره الطيران المصريه، وهيبقى من خلال قانون التزام المرافق العامه اللي بيستخدم في الدوله المصريه سيتم التعاقد مع شركه ابو ظبي التنمويه لتطوير وتنميه المطار، ويكون للدوله المصريه حصه من عوائد اللي بتطلع من هذا المطار. فبالتالي احنا بنتكلم على تنمية متكاملة في كل المجالات، وان شاء الله تكون هذه المدينة بنتكلم بنستهدف انها تكون مدينة عالمية بكل المستويات على اعلى مستوى، وتستقطب حجم سياح لن يقل بالاحوال عن 8 مليون سائح اضافي هيجوا لمصر ان شاء الله مع اكتمال هذه المدينة العملاقة. نيجي للاهم، ويمكن ده اللي دايما كل يعني انا عارف مثار اهتمام كل الزملاء، الاتفاق المالي. ما هو الاتفاق المالي لهذه الشراكة وهذه الصفقة؟ الصفقة زي ما قلت لحضراتكم هتتضمن شقين، شق جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه. نأتي للشق المالي اللي هو المقدم. سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار. هيقسموا على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار. وعشان أشرح لكم تفاصيلهم حتى هيبقوا عبارة عن إيه، بالنسبة للدفعة الأولى اللي هي العشرة أو الخمستاشر مليار ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة شركة أبو ظبي القبض عن جزء من الودايع اللي كانت موجودة في البنك المركزي. إحنا عندنا ودايع هنا في البنك المركزي 11 مليار دولار للدولة الإمارات، فهنستخدم في الدفعة الأولى خمسة منهم هيحولوا من دولار إلى جنيه مصري
عشان تستخدمهم شركة أبو ظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، وبالتالي كده بيدخل استثمار أجنبي مباشر إجمالي 15 مليار في الدفعة الأولى، بعدها بشهرين 20 مليار، عبارة عن 14 مليار سيولة هتأتي مباشرة بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع اللي هو الستة. يبقى احنا كده بنتكلم على 24 مليار سيولة مباشرة جاية بالإضافة لل 11 مليار اللي كانوا موجودين كودائع وموجودين عندنا، هيتم تحويلهم في البنك المركزي بالجنيه المصري، والبنك المركزي بيتحصل عليهم، والمبلغ المعادل بالمصري هتستخدمه الشركة في تنمية المشروع، وبالتالي ده هيبقى استثمار. من الوارد ان حضراتكم تسألوا طب ال 11 مليار دول ما هو كانوا موجودين جوه البلد، لكن لا، دول كانوا ودائع والتزامات على الدولة المصرية لا تستطيع التصرف فيهم. الأهم، دول كانوا مسجلين جزء من الدين الخارجي اللي على مصر، فبالتالي يبقى معنى كده إن المبلغ ده كله هينزل من الدين الخارجي ويتاح كسيولة للبنك المركزي عشان يستخدمه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي اللي احنا كلنا بنعاني منها. يبقى احنا بنتكلم في خلال شهرين على 35 مليار دولار هيدخلوا الدولة المصرية النهاردة علشان نستخدمهم إن شاء الله في حل أزمة السيولة النقدية اللي موجودة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، ودي الحقيقة كان جزء فني يعني وضحناه بمنتهى الوضوح داخل الاتفاق طبقا لشروط محددة وليه التزامات وطبيعة معينة، ولكن الدولة المصرية ليها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه. ده بالنسبة للشق اللي احنا بنقول عليه الشق المالي المباشر، لكن هناك شق مهم جدا آخر، إن بخلاف هذه الأموال الجانب الإماراتي اللي متوقعه إنه هيستثمر علشان ينمي هذه المدينة طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخهم طوال مدة تنفيذ المشروع. وبالتالي أنا عايز بس نوضح لحضراتكم يعني معنى هذا الكلام إيه. معناها إن إحنا كدولة بنستفيد في الشق العاجل فوراً ب 35 مليار دولار أمريكي بيدخلوا الدولة المصرية، وأعتقد هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وفي أي سنة وفي أي تاريخ للدولة المصرية. وأنا بقولها وبأكدها، من النادر أن نلاقي صفقة بهذا الحجم بتدخل، وده تاني مرة أخرى يعني كل الفضل يعود لقيادة السياسية للدولتين في هذا الموضوع. بالإضافة إلى كده، إحنا بنضمن استثمارات أجنبية هتظل طوال مدة المشروع بتدخل. الأهم، عشان ده يمكن دايما هيبقى لسان حال الناس، طب إحنا طب بالإضافة لكل ده وفهمنا إن الفلوس دي هتستخدم في حل الأزمة الاقتصادية إن شاء الله وتساعد في حل الأزمة، طب إيه الاستفادة من هذا الموضوع؟ الاستفادة الأخرى اللي إحنا لازم ناخد بالنا منها إن كل الاستثمارات اللي هتضخ هتتحول للجنيه المصري، ومين اللي هيشتغل في تنمية وإنشاء هذه المدينة الكبرى؟ كل شركات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات وكل الشركات اللوجستية اللي موجودة في مصر، المصانع المصرية اللي هتبقى هي المكلفة إنها توفر المواد الخام ومدخلات الإنتاج والتشييد والبناء لهذا المشروع، وأيضا تشغيله بعد ما هيبدأ إن هو يتنمى. فبالتالي إحنا بنتكلم بدون مبالغة عن ملايين من فرص العمل اللي هتتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشائها وتشغيلها للشباب المصري ولكل الفئات، وأيضا شركات المقاولات والقطاع والاقتصاد المصري هيكون بيستفيد بصورة كبيرة جدا من هذا المشروع العملاق إن شاء الله، اللي هو بيحمل كل الخير لمصر. وزي ما قلت لحضراتكم، لن يقل بأي صورة من الصور حجم التدفق السياحي فقط على هذه البقعة من مصر ما لا يقل عن 8 إذا ما كانش أكتر من كده مليون سائح. وبالتالي المستهدف إن احنا بنتكلم ونحلم إن مصر يبقى فيها 40 و50 مليون سائح من خلال هذه النوعية من المشروعات فعلا هنكون قادرين على تطبيقه. أنا حبيت أدي لحضراتكم هذه الرؤية الكاملة لهذا المشروع العملاق. ويمكن قبل ما أختم كلامي أنا حابب أأكد على نقطة مهمة، الدولة المصرية والحكومة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح اللي موجودين على هذه الأرض المخصصة للمشروع
بتعويضهم تعويض كامل نقدا وعينا. التوجيه، وانا باكد علشان ما يثارش اي لغط في هذا الموضوع وباكد عليه، احنا ملتزمين بالكامل، احنا حاصرين كل المتواجدين على الارض ومحاصرين كل المباني وحاصرين كل الاراضي الزراعيه اللي موجوده، انا اسف اقول بالنبته الواحده، وبالتالي الدوله ملتزمه بالتعويض النقدي الكامل وايضا تعويض عيني. الدوله مخططه انها جنوب الطريق الدولي الساحلي على طول، الطريق الساحلي سيتم انشاء تجمعات للاهالي لنقلهم ليها، يعني عشان يبقوا في نفس المكان وقريبين منه، لان المتوقع ان هم اللي هيستفيدوا استفاده مباشره من عمليه التنميه، هم اللي هيشتغلوا وهم اللي هيخدموا على هذا المشروع الكبير، وهيكونوا هم المستفيدين بصوره مباشره من مشروع هيستمر يعني الى ما شاء الله. فبالتالي هم هيبقى هناك التزام كامل بتعويضهم بكل شيء، والدوله بالفعل بدات في الجلوس معاهم، وان شاء الله مخططين ان هذا الموضوع يخلص باسرع وقت ممكن. مره اخرى انا حبيت ان انا اعرض على حضراتكم كل هذه المنجزات والانجازات اللي احنا بتتم من خلال هذا المشروع العملاق، واؤكد على شيء مهم جدا، الدوله المصريه منفتحه تماما على الاستثمار الاجنبي المباشر، وبترحب بمثل هذه النوعية من المشروعات إن إحنا ننفذها في أكثر من مكان وفي أكثر من مجال على أرض مصر، لأن في الآخر هي تنمية متكاملة بتحقق الهدف، بعمر الأرض، بخلق فرص عمل لأولادنا، وبحقق استثمار وبحقق زيادة للاقتصاد المصري، وأيضاً المستثمر اللي بيجي بيكسب وبيستفيد. وهنا يمكن نقطة مهمة جداً أنا حابب أنهي بها الكلام، مرة أخرى توجيه الشكر لدولة الإمارات وكل أشقائنا في دولة الإمارات، لأن هذا الموضوع مش فقط هو على قدر ضخامة المشروع فقط إن هو العائد اللي موجود، ولكن هي رسالة ثقة في دولة مصر، وإن هم شايفين تماماً الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وبالتالي عندهم هذه الرغبة والثقة في ضخ هذه الكمية الكبيرة جدا من الاستثمارات في مصر، لأن عارفين كويس قوي إن سيكون لها عائد مجزي، وواثقين تماما في استقرار وثبات هذه الدولة المصرية. أخيرا أوجه كلمة للشعب المصري. أنا بشكر الشعب المصري الحقيقة على تحمله الكبير وصبره على الفترة الصعبة اللي احنا كلنا عارفينها وبنعاني منها، ولكن هذا الشعب الحقيقة أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، والأهم من كل ده إيمانه بأن هذه الدولة لازم تستمر ويكتب لها الاستقرار. فبالتالي هو حرص شديد على استقرار هذه الدولة، ونتيجة لكده بيضحي وبيعاني وبيكابت وهو النهاردة في الأزمة الاقتصادية، واللي بنأمل إن شاء الله من خلال هذا المشروع وعدد آخر من المشروعات اللي هنبدأ نفتحها في الفترة الجاية، إن نقدر إن إحنا نتجاوز الأزمة الاقتصادية اللي إحنا بنعاني منها. وأعتقد هذا المبلغ اللي إحنا بنتكلم فيه 35 مليار دولار إن شاء الله في خلال شهرين من شأنهم إن هم أعتقد يعني بإذن الله هيحلوا جزء كبير، ويكون بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، وإن شاء الله نتجاوز هذه الأزمة اللي إحنا كنا موجودين فيها. أنا بشكر حضراتكم، ولو في أي أسئلة طبعاً أنا مرحب بيك وعلى استعداد أتم استعداد للإجابة عنها. أنا سأستأذن حضرتك في أن أتكفل بتقديم أو بطرح هذه الأسئلة التي عرضها الزملاء والأساتذة، وأقدم اعتذاري بداءة لو أن سؤالاً لأي من الزملاء لن يطرح، إما محاولة لتفادي التكرار لأن هناك عدد كبير من الأسئلة ربما يتمحور حول نقطة واحدة، أو تلك النقاط التي استوفاها دولة الرئيس في شرحه وفي عرضه، وبالتالي أنا عمدت نحو فلترة آنية وتنقية لحظية. دولة الرئيس، السؤال الأول من أحد الزملاء أو إحدى الزميلات قدم تقديم طويل للغاية لكنه انتهى بسؤال مباشر، كلما طرح أمر مرتبط بصفقة أو باستثمار كلما طرح معه مباشرة مفردة أو تعبير بيع الأصول، هل من إيضاح حول هذه النقطة؟ الحقيقة موضوع بيع الأصول أو استثمار الأصول اللي موجودة في أي دولة ده شيء مهم جداً،
واعتقد كل دول العالم وبالذات في منطقه الشرق الاوسط يعني بيقاس مقدار نجاح الدوله في كيفيه اكتساب الاستثمار الاجنبي المباشر. الاستثمار الاجنبي المباشر بيجي في صوره ان هو بيشتري اصل ويبدا ينميه ويطوره بما يعود على العائد للجهتين، او بيدخل على مشروع زي اللي احنا موجودين فيه ويعمل تنميه متكامله. وبالتالي يعني نجاح الاقتصاديات العالميه كلها بيقاس بقدرتها على اكتساب الاستثمار الاجنبي المباشر. وبالتالي ان احنا بندخل، ويمكن ده الشيء المهم جدا اللي عايز اكد عليه، احنا منذ ان اطلقنا وثيقه سياسه ملكيه الدوله، واللي يمكن كنا دائما يعني بيثار مدى جديه الدوله في تنفيذها على الارض، هذا المشروع هو ترجمه حقيقيه لهذا الموضوع. كيف ان احنا نعظم من شراكه القطاع الخاص ونزيد من الاستثمارات الخارجيه المباشره علشان نوفر عمله صعبه للدوله المصريه عشان تحل بيها الفجوه اللي موجوده عندنا ما بين الايرادات والمصروفات. واعتقد مثل هذه النوعيه من المشروعات هي الحل الحقيقي لهذا الموضوع. الدوله المصريه يعني ليس لدينا الموارد الطبيعيه الكافيه في ثروات طبيعيه غنيه انها تكفي هذه الدوله، ولكن النجاح ان نترجم الاصول اللي موجوده عندنا ازاي ان احنا نعظم من الاستثمارات بتاعتنا. هنا هذا المشروع المهم جدا هو مش بيع اصول، احنا شراكه، ودي نقطه مهمه لازم ناخد بالنا منها. احنا شراكه بناخد مبلغ في الاول وموجودين مع المطور والمنمي لهذا المشروع على امتداد المشروع بنسبه وبحصه من الارباح. فاعتقد هذا هو افضل تعظيم لاصول الدوله والاستفاده منها. السؤال الثاني قد يكون استوفي من واقع شرح حضرتك، لكن لا بأس أن تكون الإجابة في هذه النقطة على تكرارها أكثر تبسيطا بالنسبة لعموم غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي. المستثمر له الحق في أن يطرق باب الاستثمار في دولة ما كي يجني أعلى معدل ربح، وهذا ربما يبدو أمرا منطقيا للغاية، لكن ما الذي يمكن أن يجنيه المواطن المصري البسيط الذي لديه جملة من الاهتمامات التي تقريبا قد لا تتغير؟ أي مغنم سيعود على المواطن العادي من وراء هذه الصفقة؟ يمكن أعتقد أننا أجبت على هذا الموضوع، ولكن خليني أوضحه مرة أخرى. هناك حجم من الأموال والنقد الأجنبي اللي هيدخل علشان يحل الأزمة السيولة الدولارية اللي موجودة النهاردة، وبالتالي من شأن هذا الموضوع أن يبدأ إن من خلال البنك المركزي والحكومة أن احنا نقدر أن احنا نحقق عملية الاستقرار النقدي، وبالتالي نقدر أن احنا نكبح كباح التضخم ونقدر ان احنا نوقفه، ونقدر النهاردة مع خلال الخطة اللي بنعملها كإصلاحات هيكلية في الدولة ان احنا نستهدف فعلا ان احنا نقضي على التضخم الموجود بصورة كبيرة جدا. الحفاظ على مستوى الأسعار. نعم، الحفاظ على مستوى طبعا الأسعار طبعا، والأهم ان احنا نقضي على وجود سعرين للعملة في السوق المصري. هذه الخطوة الكبيرة من شأنها انها تساعد على هذا الموضوع. الجزء الآخر واللي احنا بنتكلم عليه، هذا المشروع بحجم الاستثمارات اللي هتبقى موجودة احنا بنتكلم على خلق ملايين من فرص العمل. مصر كل سنة بتحتاج اكتر من 1,000,000 فرصة عمل جديدة. احنا محتاجين مثل هذه النوعية من المشروعات انها تتكرر في اكتر من مكان، لان فعلا مصر محتاجة هذا الحجم. فان احنا بنقول ان مشروع زي ده بيحقق ملايين من فرص العمل، بالتأكيد هذا جزء اخر. بالإضافة اللي احنا بنقول ان مصر بتوضع على خريطة السياحة العالمية، وان احنا بنتكلم بقى ان احنا حلم ان احنا نصل الى 40 و50 مليون سايح، ويبقى بنضمن ان السياحة دي تبقى مصدر دائم ومستدام للعملة الاجنبية، هيتحقق بالفعل مثل هذه النوعية من المشروعات. دولة الرئيس، هو سؤال حقيقة مجهل، لا اعلم اذا كان احد من الزملاء الصحفيين او الاساتذة لدي هذا الاهتمام بالاستثمار المحلي. هو السؤال يقول هناك حوافز كبيرة للمستثمرين من خارج مصر، إما تنمية لاستثمارهم القائم في مصر أو باستثمارات خارجية جديدة، لكن ماذا عما يمكن أن يقدم من الحكومة للمستثمر المحلي؟ خلينا أقول إن الصفقة دي بتتم في إطار القوانين المصرية، يعني بمعنى كده إن شركة أبوظبي التنموية القابضة جاية تستفيد من نفس القوانين الاستثمار والحوافز اللي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين. احنا الدولة المصرية اعتقد في خلال السنة ونص والسنتين اللي فاتوا عملت نقلة نوعية كبيرة جدا في تحسين مناخ الاستثمار. غيرنا وعملنا تعديلات تشريعية كبيرة جدا، اولينا اولوية كبيرة جدا لقطاع الصناعة، تخصيص اراضي، عمل مجموعة من الحوافز.
طبيعي ان حظنا ان تزامن مع نفس الفتره الازمه العالميه الكبيره جدا المتمثله في الحرب الروسيه الاوكرانيه وقبلها كوفيد، ولكن معاها كمان التداعيات اللي موجوده في منطقه الشرق الاوسط. وبالتالي بالتاكيد المستثمرين المحليين احنا غيرنا حاجات كثيره جدا، اطلقنا موضوع الرخصه الذهبيه لكل المشروعات، تيسير الاجراءات، تخصيص الاراضي، وفي نفس الوقت احنا بناكد على ان المستثمر المحلي انه نفس القيمه ونفس الاهميه للدوله المصريه على مثل المستثمر الاجنبي. بالعكس تماما، احنا بنرحب بكل انواع الاستثمار، وده دايما رسالتنا في هذا الشان. سؤال قد يبدو سؤالا كلاسيكيا او مفهوما، لكنه حقيقه لا يخلو من الاهميه. السؤال المباشر حول جزء من عوائد هذه الصفقة وما قد يستتبع من صفقات أخرى، لأن هذا ما تم إيراده في بيان مجلس الوزراء قد يكون مقدمة لصفقات أخرى مماثلة أو ربما حتى أكبر في ضخامتها. هل يمكن أن نرى عائدا أو مردودا مباشرا على قطاعي الصحة والتعليم دولة الرئيس؟ بص يا فندم، أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة. إحنا كنا لسه بنناقش الخطة العام المالي الجديد 24-25، وبنتكلم إن إحنا في إطار ترشيد الإنفاق، وإن إحنا إزاي علشان نتخطى الأزمة الاقتصادية، والهدف هو ترشيد الإنفاق، وأعلن عن هذا بصورة كبيرة جدا التركيز في البعد الاستثماري للخطة الجديدة على فقط قطاعي الصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة. أنا بأكد على هذا الموضوع، الصحة والتعليم لهم الأولوية الكبرى على مدار الفترة القادمة، بالإضافة طبعا لمشروع حياة كريمة اللي بيخدم 60 مليون مواطن من شعب مصر، واللي بيعتبر من أهم المشروعات القومية اللي بتنفذها الدولة المصرية. فبالتالي بالتأكيد قطاع الصحة والتعليم مع توفير هذه الموارد هيكون هو المستفيد الأكبر إن شاء الله. هناك سؤال طرح ربما هو مبني على الفضول، والأصل في الصحافة الفضول بالأساس. بيان مجلس الوزراء بالأمس أشار إلى مقدمة لصفقات كبرى، يعني وهذه الصفقة كانت توطئة لذلك، وحضرتك أشرت في معرض الشرح لهذا. أحد السائلين يقول هل هناك ملامح لهذه الصفقات أو لشيء منها؟ بص يا فندم، احنا الحمد لله مصر بتتمتع ب يعني سواحل كبيره جدا، سواء على البحر الاحمر او البحر المتوسط، واحنا بنرسي بهذه الاتفاقيه الاستثنائيه التاريخيه غير المسبوقه اليه واضحه لاي استثمار اجنبي مباشر هيكون حابب ان هو يكرر نفس النموذج، لانه بيحقق استفاده مشتركه. زي ما قلت لحضرتك، مخطط التنميه العمرانيه محدد لنا مجموعه من المدن والتجمعات سواء على ساحل البحر الأحمر أو على ساحل البحر المتوسط اللي من شأنها تبقى تكرار لمثل هذه النوعية من المشروعات. لكن غير دول، في مجموعة أخرى من المشروعات اللي الدولة المصرية بتحضرها علشان تطرحها كطرح عالمي إن شاء الله، وكلها من المستوى العيار الثقيل على نفس هذا المستوى. ممتاز جدا. قد يكون السؤال الأخير، لكنه لا يخلو أيضا من قدر من الدسامة دولة الرئيس. حضرتك أشرت إلى حجم العوائد والعوائد على مستوى الأرقام وعلى مستوى المدى الزمني المنتظر لكي تدر هذه العوائد مشجع ومبشر للغاية، وبالتالي قد يكون السؤال إذا سرنا جنبا إلى جنب مع اتفاق قد يكون وشيك مع صندوق النقد، لا أعلم إذا كان كذلك أم لا، كيف يمكن أن يؤثر على السوق الموازية، على استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وبالتالي الانعكاسات المباشرة على هذا على الواقع الاقتصادي؟ يعني أعتقد طبعا، يعني أنا موجود معايا سيادة المحافظ، محافظ البنك المركزي، وكان مع السيد وزير المالية، وكان لينا لقاءات الحقيقة يعني على هامش قمة دبي للحكومات. التقينا مع مديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكل شركاء التنمية، وإحنا الحمد لله يعني نقدر نقول إن إحنا أنجزنا. يعني برضو أنا ما بحبش إن إحنا نعلن عن شيء غير لما بيتم، لكن إحنا خلاص على يعني خطوات قليلة جدا 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 من إتمام الاتفاق مع الصندوق ومع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي. وبالتالي من شأن كل ده بالإضافة إلى هذه الصفقة أن يوفر القدر الكافي من العملة للدولة المصرية، علشان إن شاء الله إن شاء الله زي ما قلنا قبل كده في تصريحات نتجاوز هذه الأزمة إن شاء الله، وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الغير مسبوقة اللي بتواجهنا. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا دولة الرئيس، وأعتذر من حضراتكم إذا لم أتمكن من طرح أي من أسئلة حضراتكم مقدرة، وأصحاب السؤال مقدرون أكثر من السؤال نفسه. ختاما، أنا فقط أدعو أعضاء التحالف في كلتا الدولتين أن يتقدموا لالتقاط الصورة التذكارية مع دولة الرئيس.